طيب اذا اخر شيء بس بالفور كينماتكس قبل ما نتركها نروح على الانفرس كينماتكس بس راح احكي على السريع على في تسميات ستاندرد لبعض الاشياء عندنا البيس هلا البيس زي ما حكينا البيس ممكن اعتبره هون ممكن اخذه هون زي ما بدك هذا حسب ايش اللي بيكون مناسب اكثر يمكن في بعض الاحيان يكون مناسب اكثر هون ما فيش حاجه لاني انزل لهون لانه هاي ما لهاش قيمه وممكن احيانا تكون البيس فريم فهذا سميناه ستاندرد فراح نلاقي كثير عندنا تول بالنسبه للبيس يعني ترانسفورميشن للتول بالنسبه للبيس التول عندي هون هاي الريست تذكروا حكينا عن السفيريكال ريست فهذا بنسميه عاده الريست عندنا ويست شولدر البو ريست كل عارف معاني هاي اوكي فهذه هون تسميات فعاده بي منتشر التسميه هاي موجوده الريست بتشوفها كثير وعندي هون التول بالنسبه للتول والاورينتيشن تبعت التول هلا بالنسبه للورك ستيشن اللي عم نشتغل عليها راح في عندي نقطه معينه راح اعتبرها انها هي الريفرنس تبعت الورك ستيشن واحيانا بيهمني يكون في عندي ترانسفورميشن من الورك ستيشن للبيس لانه اذا هذا الروبوت بدا يتحرك بيقدر يكون في عندي ترانسفورميشن جاهزه دائما موجوده توصف لي ستيشن بالنسبه للبيس عشان وقتها انا برجع مثلا برجع التول بالنسبه للبيس في عندنا جول الجول المكان اللي بدي اوصل له اذا في مكان معين بالقطعه بدي احطه مثلا او بدي احرك القطعه هون او بدي اشتغل على هاي القطعه اللي موجوده هون الجول موصوف بالنسبه للستيشن فبوصف الجول بالنسبه للستيشن بوصف التول او الريست بالنسبه للبيس وبعدين في عندي ترانسفورميشن راح تكون ما بين البيس والستيشن على اساس اذا هذا بيتحرك لانه احيانا ممكن زي ما تشوفوا في بعض فيديوز راح تشوفوا الروبوت بيتحرك ممكن يكون في له مثلا ريل والريل بتحرك على هذا الريل بيعمل اشياء معينه فاذا عندي دائما انا باستمرار وصف بالنسبه بوصف الستيشن بالنسبه للبيس بقدر بعدين اطلع الاشياء الثانيه اطلع بالنسبه للجول وبدي التول تنطبق على الجول يعني بدي اوصل في النهايه اوصل التول انها توصل لجول معين هاي هون تقريبا وصلت لنفس الشيء عندي ستيشن فريم جول فريم تول تول فريم ريست هاي البيس هون بالنسبه لقاعده الروبوت فهذه تسميات ستاندرد فراح تشوف كثير البي كابيتال بي كابيتال تي بالنسبه للتول كابيتال اس بالنسبه للستيشن وجي اللي هي الجول